السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خاصية موجودة في لوحات المفاتيح ولكن قليل من يعرفها، وهي كتابة رسائلك عبر تسجيل صوتي. كما تلاحظون هنا في الأسفل في لوحة المفاتيح هناك زر تسجيل، نضغط عليه ثم تقوم بالتسجيل، تقول أي شيء فاللوحة ستكتب مكانك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم إخواني؟ نرحب بكم في قناة إمسوان. اليوم سنشرح لكم خاصية جميلة في لوحة المفاتيح، وبها يمكن كتابة رسائل لك على الواتساب بسرعة. أتمنى أن تعجبكم هذه الخاصية.